حياكم الله مشاهدينا الكرام من هذه الإطلالة الحصرية لبرنامج جال الكويت مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأستاذة هند صبيح براك الصبيح، قواك الله ويعطيك العافية. حياك الله. أول شيء نشكركم على حسن الضيافة وكرم الضيافة. حياكم الله. حياكم الله بيتكم. اليوم احنا أم أحمد في شهر المرأة إن صح القول، مرنا اليوم العالمي للمرأة وأيضا مقبلين على إن شاء الله عيد الأم، عسى الله يحفظ أمهاتنا جميعا وكل من يتابعنا في هذا اللقاء الجميل. وأنت من النساء اللي قدموا الكثير والكثير ومن الطراز الأول ومن الشخصيات المؤثرة على مستوى الوطن العربي من خلال الإحصائيات اللي ذكرتها في السنين الماضية، شلون تشوفين المرأة بداية الكويتية؟ لا طبعا المرأة الكويتية مثابرة من القدم، يعني أنا ما أشوفها بس المرأة يعني حاليا، لا من أمهاتنا وجدادنا جزاهم الله خير، هم اللي كانوا يدورون البيت في وقت ذهاب الآباء إلى لقمة العيش سواء كان في قوس أو في تجارة، ربوا أجيال. المرأة كافحت من بداياتها ووصلت إلى كل الحقوق اللي اليوم تتمتع فيها المرأة بجهود النساء نفسهم. يعني المرأة الكويتية تعلت المناصب العلمية، أنا يعني أخذت سواء شهادات عالية منذ القدم مو من اليوم، يعني حتى في تخريج أول دفعة من جامعة الكويت كان فيها نساء. يعني اتسمت مرحلة تولي هند الصبيح لوزارة الشؤون الاجتماعية صح القول بالحزم شوي، وكان في أصوات تقول أن معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية بتوقف المساعدات المالية لربات المنازل صح القول. موضوع شوف، أول شيء إذا بتكلم على وزارة الشؤون، هناك كثير من اللوائح كانت مهملة أو لا توجد لوائح، كثير من القوانين غير مفعلة، وكثير من مخالفات ديوان المحاسبة. يعني أول أسبوع أنا استلمت كان عندي مجلد يعني من مخالفات ديوان المحاسبة، وهذا يعكس أنه عدم الاهتمام باللوائح والقوانين. وأنا يعني أنا في يعني بطبيعتي، يمكن لأني تدرجت في العمل في وزارة المالية ولي علاقات مع ديوان المحاسبة، أحب يعني تطبيق القانون وكذلك عدم مخالفته بالذات في الأمور المالية. إذا هي على قانون المساعدات بحد ذاته، أنا أعتقد القانون أي قانون لما أنتي تطبقه بعد مدة لازم وهذا القانون صار له أكثر من 3 سنوات لازم تدرسه من عدة أبواب. واحد، تتأكد من شبكة الضمان الاجتماعي، أنت تبي ضمان اجتماعي مستديم وليس متقطع. المساعدة من مفهومها هي مساعدة وليست راتب، هذا المفهوم لازم يكون واضح. كذلك لازم تطبق مواد الدستور في العدالة، العدالة بين اللي قاعد ياخذ المساعدة وبين اللي قاعد يعمل وياخذ راتب. كل هذه الأمور هي حطيناها في دراسات سواء كان من مركز السياسات في الأمانة العامة للتخطيط، وهذا يمكن لأني ماسكة الجهتين، أو من وزارة الشؤون قاعد ندرسها. الكلام إن هي ستقطع أو قطعت، ويمكن أنا قبل يومين شفت واحد وقال لي انقطعت، قلت له على أي قانون تنقطع يا جماعة؟ يعني إحنا عفوا في الوزارات قد تصير أكو هناك اقتراحات ندرسها، لكن ما تصير تنفذ إلا لما يصدر فيها قانون. فيها قانون تصدر، لا يوجد أي قانون حتى تحت الدراسة، حتى تحت الدراسة اللي قطعها. حلو. لكن هناك في دراسات قاعد تدرس آثارها الاجتماعية، آثارها الاقتصادية، آثارها حتى على الناتج المحلي، في دراسات قاعد تقوم فيها بذلك، وهذه اللي وعدت فيها زملائي النواب أني أعطيهم إياه. فإن أكو قطعت المساعدة لأن عفوا مسؤول، وما يقول وزير بعد، مسؤول قرر أنه يقطعها، ما يصير ما لحق. لازم تقطع بناء على قانون. قانون أو لا، كلام واضح. لكن بوجهة نظرك مع الوزير أن في ناس تستحق وفي ناس ما تستحق؟
بالنسبه لا للعدالة. انا هو شوف هي المساعده ادري إيه في واحد يعمل وفي واحد ما يعني. هذه وحده. اول شيء انا اقول انها المساعده لمستحقينها يعني اللي هو لا ليس له مورد رزق او سنه وصل انه ما يقدر يعمل او طبعا مريض او يعني عدته انما اذا كان شاب وصغير وانفصل من عمله مثلا مصعف انفصل من عمله يا قاعد يقدم على مساعده هل اساعده انه يقعد في البيت شاب صغير يقعد عشان ياخذ مساعده لا انا اساعده انه يدور على فرصه عمل هذه هذا واجبي انا كدوله انا اتكلم نعم وهل امثله كثيره يعني لو بناخذهم تقريبا هم 20 حلو. 20 تقريبا فئه ناخذ كل فئه ندرسها كيف ننقلهم من الاعتماد على المساعدات الى الاعتماد على جهدهم وعملهم وكذلك اخذه رساله واضحه وكذلك انا بقول لك انا الشاب اعطيته حتى مثلا اللي يدرسون الدراسة 4 سنوات ممكن يتأخر إلى 6 لكن لما يقعد إلى 10 سنين هو يدرس وكذا قاعد أعطيه وواحد خلص دراسته وقاعد يشتغل وين العدالة فيها يعني معاي فأنا طبعا. هذا اللي أبي إن أنا اللي أقوله إن ندرسها بتأني بعد اجتماعي بعد اقتصادي والمستحق والذي والمحتاج أعطيه إنما مثلا في المساعدات اللي حق ربات البيوت هناك ما شاء الله من هو يعني زوجها مقتدر ومدخولهم أكثر من العالي مو عالي أكثر من العالي يعني وكل أواسيها باللي هي مثلا قد تكون مطلقة ليس والدها متوفي ليس لها يعني إذا كان رب الأسرة راتبه ما يفوق 2000 وهي مرتاحة ماديا هذه ما يفترض أنها ما تستحق المكافأة بوجهة نظرك؟ مو ما تستحق هل مكافأتها نفس المطلقة اللي هي ما عندها أحد يعني هذا اللي أنا قاعدة أسويه أن أنا أريد المعوز فعلا واللي هو مدخول أسرته أقل من الطبيعي هو اللي أنا أوجه مساعداتي يستحق المساعدة هذا اللي أنا قاعد أفكر فيه في الدراسة نعم. بعد الدراسة نعكسها قانون إن شاء يعني الله. أجمل شيء نسمعه اليوم لما تكون على رأس السلطة في وزارة الشؤون تقول أنا يعني همي أن يكون في عدالة اجتماعية طبعا وإحنا أكيد نحط إيدنا إن شاء الله. معاكم مع إن شاء الله. الوزيرة لكن سؤال ثاني أحسك اسمحي لي مع الوزيرة تفضل في حزم حتى الأعمال الخيرية قاعد تقننينها وإحنا في بلد إنساني وصاحب السمعة صلاح يحفظها قائد عمل إنساني الحكومة وانت من ضمن الحكومه داعم للاعمال الخيريه اول شيء اذا كان التقنين يؤدي هذه النتائج مرحبا بالتقنين واذا كان الحزم يؤدي الى هذه النتائج انا مو اشد على الحزم لا ازيد حزما يعني طبعا الاحصائيات بينت ان الايرادات ارتفعت للضعف ما شاء الله. المخالفات نزلت الى النص عدد الفرق التي تعمل في العمل الخيري ازدادت وبتنظيم بترخيص مو مبعثرة نعم. مو كالأربعة خمسة شافوا شيء بالتلفزيون تأثروا وراحوا يجمعوا وخذوا طياراتهم وراحوا لا 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 عارفين من هما وين رايحين بيوزعونها وين وزارة الخارجية تدري سفارات تدري كلها مرتبة الجمعيات الخيرية إلى الضعف إذا التقنين هذا أدى هذه النتائج احنا مرحبا به أنا بالعكس بزيدة نعم. يمكن بعضهم يزعل يقول إحنا أي غلطة تعاقبونا وتسكروننا طبعا ليش أول شيء هاي فلوس متبرعين نعم. فهم وثقوا فيكم اثنين هذا مفروض يصل إلى المتبرع يعني التبرع الذي حصل له نعم. فإذا في خلاف أو الخطأ مردودة على ثقة الناس بالتبرع ثقة الناس بالعمل الخيري وكذلك سمعة الدولة أهنيك لأنك أنت قادرة تتعاملين مع وزارة ثقيلة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عندنا الحين نروح حق المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة في ناس توقفت قاعد توقف ناس حالات موجودة عندها شهادة إعاقة أوكي أنا أول شيء يعني كلمتك أول جملة اللي قلت لي أني أنا قادرة بمجهود الموجودين من أصغر موظف في الوزارة إلى أعلاهم الوكيل هم مقتنعين بالأداء بالطريقة والمنهج وهم اللي قاعد يقومون فيه مو أنا عشان بس ما أنسب لي أنا قاعد أخذ الفروتس ماله وزاهم الله خير أنه يخلوني أخذ الفروتس ماله كل بهم من أصغر موظف إلى أعلى موظف لو مساندتهم مساعدتهم وعملي مع فريق عمل ما قدرنا
نحصل على هاي النتائج. إذا هي حق الإعاقة، الإعاقة حصل في بعض اللجان اللي ما كانت تعمل حسب كذلك التنظيم الموجود. نظمنا عمل هذه اللجان، قاعد نفحص بعض الملفات. للأسف هناك بعض الملفات هو صحي ما في شيء، ما في شيء وماخذ إعاقة، هل أسمع فيه؟ ياخذ فلوس، ياخذ تقديم سكن. فهو أرد أقول لك العدالة خذ هذا دور على آخر. نعم. ياخذ عفوا البنك الائتمان 10,000، ياخذ الخادم، ياخذ المكافأة الشهرية، وياخذ المكلف بالرعاية، وهو ما في شيء. هو ما في شيء، هل يجوز؟ لا ما يجوز. هذا أنا الحين ضريت ذوي الإعاقة أكثر، لأن أنت اليوم أنت تبي استدامة هذا الموضوع. نعم. أنت تبي مهما تتغير الظروف الاقتصادية، هذا مثل ما كنا تكلمنا على المساعدات، نتكلم احنا نبيها كثر ما تكون موجهة الى الجهة المحتاجة لها فتعطيني استدامتها، كثر ما اخليها فارطة فيبتدي يدخل الكل، تكبر العملية فتكبر المبالغ، ممكن تجيك اي قرارات حسب ظروفك الاقتصادية للدولة. كانت فارطة في السابق؟ نعم كانت فارطة. ففي مدعي اعاقة وحصل على الأقل عندي ما يقارب 40 ملف، راح لأن فيها تزوير، راح للنيابة بأساميهم. النيابة ما في لازم لا لازم، لأن هذا من بعدين، بعد أخذ حق يعني من ناس الله يعني كتب لهم إن هذا وكذا، يعني ما فيها إنسانية، وإحنا مركز للعمل الإنساني. اثنين، أخذ حق معقة، يعني مو بس أخذ حق معقة لأي سبب، زور مثلا في زواج، طلاق، whatsoever، هو زور حتى في المرض. ما يجوز يا جماعة، يعني ما يجوز، لابد أن نركز على ذوي الإعاقة. اثنين، لأن في بسيطة وشديدة ومتوسطة، وكل واحد له يعني المميزات. الكثير اتجه إلى الشديدة لأنه يأخذ التب، وهو قد تكون إعاقته جدا بسيطة. لأن في ناس قاعد أسمع حتى في مواقع التواصل الاجتماعي أن نزلوني هيئة المعاقين وحطوا مستوى، لأن هو أصلا ممكن يكون بسيطة. وبعضهم أنا اللي عجيبة أن اللي نزلناهم يتكلمون، اللي صعدناهم ما تكلموا. في بعضهم كانوا مظلومين، كانوا بسيطة وصعدنا. طبعا صعدنا، احنا قلت لك احنا متجهين الى احقاق الحق لهذه الفئة المحتاجة. حلو، نبي نروح حق مع الوزيرة حق محور ثاني، محور الشباب، لان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما راح نخلص منها. انت احنا مقدرين وقتك، قطاعاتها كثيرة كبيرة وكثيرة. انا في قطاع التعاوني بعد عنده مشاكل، وانت ما شاء الله رغم الاصوات اللي قاعد صوت صح القول ضدك، انت ما شاء الله مستمره بالقانون، وهذا نحييك عليه امام المشاهدين. جزاك الله خير. الشباب قدمتي شيء جميل في اعتقد منطقه الصديق كمول متكامل. أيوة. لخدمه مركز المشروعات الصغيره. كله يخدم للمشروعات الصغيره. وذكر بعد في فريق طلع ويانا في برنامجنا الكويت، فريق اسمه جداريات، أثنوا أن الداعم الأول والرئيسي حتى عن طريق الصدفة هي معالي وزيرة الشؤون هند الصبية. سر الاهتمام بالشغل، لا وفي بعد شغلة زيادة معينة ما شاء الله وبادرة حلوة، أن في مجلس شبابي استشاري أو يتواصل معاك من خلال توصيات. هدفك والشغف هذا للشباب؟ واحد، أعتقد يعني الكويت تسمع اللي كانت برعاية صاحب السمو، طلعت في نتائج، يعني لابد أن نحقق هذه النتائج، ولا إحنا قاعد نقول إن في يعني عفوا أنشطة قاعدة تصير على مستوى يعني عالي وما نحققها. هاي واحد. اثنين، هم المستقبل، الشباب هم المستقبل. ثلاثة، الشؤون الاجتماعية إذا ما راعت الشباب صراحة ما عادت شؤون اجتماعية، يعني خلنا نكون صريحين. أربعة، أنا ماسكة الخطة، والخطة تتكلم عن زيادة الشباب في القطاع الخاص، والعمل الحر جزء من هذا. فإذا أنا ما سهلت لهم هذا العملية، ما أستطيع أن أقول إن إحنا حققنا الأهداف اللي إحنا قاعد نكتبها، اللي أنا قاعد أقدمها إلى المجتمع بأن هاي خطتنا. أنا واحدة من اللي ما قاعد أطبقها، فكيف أعطي ثقة للمجتمع ان احنا نستطيع؟ التحدي حصل، ويعني اشكر الشاب اللي تحداني،
ويعني لو أنا مستأذنت أني أقول اسمك كان قلتها، إن في بعد 15 يوم من يعني استلامي عملي كوزيرة اجتمعت مع مجموعة من الشباب. نصحني الله يشافيه النائب كامل العوضي، قال لي ترى الشباب عندهم أفكار يريد تقعدين معهم، وقلت له ليش لا، وحطيت لهم موعد. يعني قعدنا هني، وطبعا كلهم تكلموا، أغلبيتهم اللي عندهم عمل حر، ما عندنا عمالة، ما عندنا، نتعب ما نقدر، بزنسنا يوقف، احنا بالبداية تكلفنا وايد العمالة من هالكلام. شاب واحد قال أنا جاي بس ترى ملينا كلنا نقعد معكم يا المسؤولين، انت أخذت تقومين تروحين مكتبش وبعدين ما نشوف نتيجة. فأنا جاي اليوم بسمع نفس الرتم، هم تهلطموا وانت قلتي ان شاء الله واشوف ايش تكتبين، بس يعني ما احنا ضالين بشيء، ما في حل، ما في حل، ايش حق تجيبونه؟ صح، ايش حق تجيبونه؟ يعني هو كان قلت له اذا احنا دخلنا تحدي، قال لي قلت له كم يوم تبي؟ قال لي اسبوعين، قلت له تم اسبوعين، اذا ما صار اللي انتم تبونه انا استقيل او انت تقدم الاعتذار. قال لي خلاص. المهم حصل، كونا هاي الفئة، قلت لهم عطوني، طبعاً ما نقدر تجتمع مع 100 هذا، فكونوا 5-6 منهم واشتغلوا مع الأخوة القانونيين والمسؤولين، ويوني بعد 15 يوم وقعنا القرار. قال لي لا أنا خلاص دفعت عندي الأمل. من هني بدأ العمل معاهم، قالوا هذا قرارنا أم أحمد، نبي إحنا نشرف على تنفيذه. قلت بعد أحسن، أساس إذا في معك غالب أو يعني تعرف أنت مرات تطلع قرارات لما تيجي تطبقها على الواقع تصطدم في أشياء، إذا هم خلي يذللونها هم خلي يحسون، وصراحة متطوعين يعني، فاشتغلوا على تنفيذه وحزموا بذلك. والحلو فيهم أنهم كونوا علاقات مع الموظفين بالإقناع، ليش لا، شنو القانون، صح، مع القانونيين مع المسؤولين، وصارت خلاص ذابوا معاهم. فتطورت العملية، يو بعدين يو افتحوا موضوع انه ليش ما يصير عندنا مكان. هم على فكرة الصديق انا ما سويت فيه ولا شيء ولا ينسب لي ولا 1% منه، انا هم قاعد يشكرون وينسبونها لي، انا بس اللي قلت ايه هالكلمة. انت قلت لهم جو، يلا جو، بس هاللي قلتها جو، قاعد اقول لك يعني انا اقصد لم اشرف على شغله ولا اروح ولا شيء، هم بنفسهم يابوا المقاولين واشتغلوا مع الناس والميزانيه وعلى فكره واللي صممها شاب جزاه الله خير همين فري، كل هاي الامور، واشتغلوا على كيفيه تعديله وما الى ذلك. الطاقه الشبابيه عاليه والابداع فيها والابتكار اعلى ما نتصور، فلما تعطيه المهمه يعطيك شيء مبهر بلا شك، انت بس قاعد تعطيه الدعم. يعني مثلا وقف عنده شيء، تليفون مني، كلمت وكيل، كلمت كذي، خلاص عرفوا ان هذا الموضوع لازم يكون يعني مشتغلين عليه المجموعه كلها، طلع نتائج. لو اكثر من كذي، هم الحين عندهم اجتماعات معاي، القرار اللي طلع حق الجمعيات التعاونيه، هم طبعا الخمسه تفرعوا الحين صاروا 100، لأن تفرعوا عن مجاميع شبابية، كل مجموعة تقريبا من 20 بسكت موضوع، جايين على الحدائق، رايين على المقاهي، لا كثير من الأمور إن شاء الله خلال هالشهرين قرارات تطلع. متى اجتماعهم القادم؟ الأحد الجاي زعلانين علي، صار لي يمكن شهر ونص ما اجتمعت معهم، ويقولوا لي أم أحمد ما يصير، وكل أما طبعا لأن قلت لك تواصل اجتماعي عندهم فيطرشون بالواتساب أم أحمد ما يصير، فزين لأنهم يذكرونك، يذكرون جماعتك، وقاعد يدفعون إلى الأعلى. الكويت بالأخير هي بلد، يعني إحنا هي بلدنا كلنا، لما الشباب يدفع المؤسسات الحكومية لعمل لصالح الشباب ولا هو مخالف قانونا، أكثر من كذي أنا شنو أبي؟ فهذه أنا أريد أشكر فيها كل مجامع الشباب اللي اشتغلت معي حقيقة مع الوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، لأن هذا هو يعتبر المركز الأول في المنطقة. خطوة جذرية تسجل للشباب المتطوع أيضا اللي ساهم في الأفكار وبالجهود. الشخص أو صاحب المعاملة لما يدش ما يطلع إلا معاملته خالصة بالكامل، ما يروح مشاور من مكان لمكان وكذا، خالص شغله.
هذا طبعا كنا نشوفه برا، لكن الحين بدينا نشوفه هني شوي شوي، وهذا شيء ممتاز ومو سهل. تعال يا مبادر اطلع من الروتين اليومي واشتغل. الدولة صار فيها مميزات، هم يدعم الصندوق الوطني اللي الدولة متوجهة له، انه صار في بيئة مساعدة يعني سليمة انك انت تشتغل افضل من قبل. الاستاذة ام احمد مع الوزيرة البيت، انت ما عندك وقت حتى ما شاء الله، ودقيقة في شغلك ومواعيدك، حتى ساعات وصلني خبر من الاعداد يقولون حتى ساعات بالطيارة توقعين عشالك او نستفيد من الوقت. الوقت الوقت لازم راح يستفيد منه، لازم يستفيد منه. فانت تسافر لك ساعة ولا ساعة ونص او ساعتين، تاخذ القراءات، البريد، كلها تخلصه الحمد البيت. لله ام احمد تقعد بالبيت مع ولدها احمد. والله شوف، من خذيت هالمنصب اكتب عليك لازم ياخذ موعد. لازم اكون صريح، ما حد يلوم مع الوزيره خلاص. لا يعني هو لازم يتصل يقول لي اما متى تجين عندي موضوع بكلمك فيه. اقول له ان شاء الله على السبع، على السبع ونص، لان المشاقل كثيره. وجزاه الله خير، هو مقدر، والاهل كلهم، الوالده والاخوان كلهم مقدرين الله يحفظهم، وحتى الاصحاب والبعد الاجتماعي كله صراحه كله مقدر. نعم. يعني انا وايد اخل في الامور الاجتماعيه، لكن جزاهم الله خير كلهم مقدرين. بس دقيقه ويا ولد احمد الله اكيد كل شيء. حتى لا انا طبيعتي حازمه، انا طبيعتي حازمه. اي والله ما اقدر، يمكن تربيتي الوالد والوالده كانوا حازمين وطلعت عليهم، فاحنا طبيعتي حازمه ودقيقه. انعكست حتى على شخصيته، اعتقد هو بدا يصير شويه دقيق وحازم، طبعا شباب بعد يبي له فتره، بس هو يعني سعيد بذلك. يعني هذا اهم شيء، يعني انه يكون يعتبرك قدوة ويقتدي بك، هذا شيء زين بالنسبة لي الحمد لله. احنا نوصل رسالة ان كل واحد يقول عن هند الصبيح انها حازمة، اذا كانت وفق القانون ولمصلحة الوطن المواطن لا خلها حازمة احسن. بس الجميل في الموضوع انها في مكتبك الموقر ما شفنا الحزم منك علينا احنا. لا يعني عاد انا لا هو مو عدل يعني، انتم قاعدين توصلون رساله وقاعد تشتغلون، وانا اسعد كثيرا لما اشوف شباب كويتيين بعد قاعد يشتغلون في القطاع الاعلامي. يعني احنا قبل 20 سنه ما كنا نشوف هذا، بالعكس انا وايد اسعد يعني واساندكم في هذا. اريد اقول احنا في الدوله نكمل بعضنا بعض، فاذا انا ما احنا في شؤون اجتماعيه ما كملنا الاخوان في وزاره الاعلام او في حتى في برامجكم، شلون نظهر صوره الكويت يعني ممتازه امام الكل. نشكرك مع الوزيره على استقبال. شكرا مع الوزيره. مشاهدي الكرام، كان هذا لقاء جمعنا مع معالي وزير الشؤون الاجتماعيه والعمل ووزير الدوله للشؤون الاقتصاديه الاستاذه هند الصبيح. ان شاء الله نلقاكم في لقاءات اخرى. نقول في امان الله.